اهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضراتكم، تحياتي ليكم وللساده المشاهدين. نورنا يا دكتور. اهلا. الحقيقه انه في حركه كده مصري جدا برضو فاكراها إيه؟ كنا نصفي الزيت ونستعمله تاني. هو لونه مش وحش قوي يعني، بعد اول تاني قاليه كده رايح على الغمقان شويه، فنصفيه ولانه بيبقى فيه تفيت الاكل، ونقوم مزودين عليه زيت نظيف، زيت نظيف كده. أيوة. كما لو انه حلو اتبدل. معرفش الى اي مدى الحركه دي صحيحه، مضره للكبد، بتاثر فينا على المدى البعيد يا دكتور؟ طيب، هو بدايه يعني احب احييكم طبعا على تطرقكم لهذا الموضوع الهام جدا والخطير جدا في نفس الوقت. في فرق حضراتكم بين ان انا بستخدم اعاده استخدام الزيت مره واحده فقط في المنزل، ودي تحت يعني اشتراطات صحيه معينه بعض حضرتك، وان انا يعني ابيع الزيت او ان انا استخدمه استخدام اكثر من مره حتى لو في البيت بالاضرار عايز اقول لحضرتك المميته. يعني في بعض الاحيان من الممكن السماح لربه المنزل استخدام الزيت مره واحده فقط بحراره لا تزيد عن 100 درجه مئويه، ومره واحده فقط ثم تخلص من الزيت. وصار ان انا ابيعه بقى زي الباعه الجايلين، للاسف بداوا ينتشروا، والظبط اللي هو حصل للمصانع تحت السلم، والفكره المخاطر الرهيبه. الفكره حضراتكم ان استخدام الزيت بدرجه حراره اعلى من 150 درجه مئويه بينتج عنه مواد خطيره جدا. يعني التسهيل على الساده المشاهدين، في مادتين حاجه اسمها اكريلاميد وحاجه اسمها بيروكسيد، وفي مجموعه من الهيدروكربون. المجموعات دي كلها بتؤدي في النهايه الى تحور الخلايا واورام سرطانيه للاسف الشديد، سواء في الجهاز الهضمي او في الكبد او غيره من الاجهزه. ثاني حاجه عموما، معلش يا دكتور، يعني احنا لو ظبطنا درجة حرارة الزيت انها ما تعلاش عن ال 150% وفي درجة الحرارة اللي انت قلت عليها دي 100 وما تصلش ال 150، اقي نفسي شرور الاورام السرطانية، يعني اقدر اكل هذا الاكل يكون متحمر بس في نفس الوقت يبقى امن؟ شوف حضرتك، في بعض الجمعيات يعني ممكن تجيز هذا بس استخدام مرة واحدة ولربط المنزل. يعني انا فتحت علبه زيت، وعايز بس انوه للساده المشاهدين ان الزيت لازم يشترى من مكان مامون ومكان طبعًا. يعني مش طبعًا. ان انا اشتريه من اي مكان. يعني للاسف الشديد يعني دي نقطه مهمه جدا جدا، يعني في مساله الغش والغش التجاري والحاجات دي طبعا. فلكن يسمح يعني لمره واحده وظروف معينه. الافضل ان انا ما استخدمش مره ثانيه، يعني خلينا على المطلق ان انا ما استخدموش مره تانية زيت الطعام. ولكن بقول لحضرتك يعني في بعض الاحيان ممكن لرب مره واحده فقط. طيب نيجي لنقطه القضيه الهامه جدا، وعلى فكره القضيه دي قديمه ومتجدده وهنلاقيها، عشان كده من هنا بنشكر طبعا جهود الداخليه والبيئه وطبعا كل المواطنين الشرفاء اللي ممكن يلاقوا حركه غريبه اي منزل في مناطق نائيه وفي تجميع زيوت لابد من ابلاغ فورا. عايز اقول لحضرتك ان يعني موضوع استخدام الزيوت اكثر من مره ومثال بعد التنقيه في المصانع دي المجهوله والكلام ده، غير انها بتؤدي لزياده الدهون الضاره في الجسم وتصلب شرايين والتاثير على القلب والمخ والزهايمر والكبد والكلى. الموضوع الخطير فعلا. انا عايز اقول لحضرتك حقيقه علميه وعارفها الاطباء، خاصة أطباء الأورام، في زيادة في نسبة حدوث الأورام للأسف الشديد عندنا خلال 10 سنين اللي فاتت.